مو صار. طقس مستقر رح يسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه ولا بكره، جاونا قليل غيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كار و15 درجه، 16 بطرابلس، 17 بالعاصمه بيروت وايضا بسور. ننتقل الى بعلبك مع 12 درجه، 6 باللقلوق، 12 بزحله وايضا بجزين. نسبة الرطوبة عم بتسجل أقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حل البحر فهادة. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة جونا مستقر، درجات الحرارة على السواحل عم بتسجل 17 درجة، ترتفع بشكل تدريجي للأيام اللي جاية مع 18 درجة لنهار الاثنين و20 لنهار الثلاثة، وبتوصل لل21 درجة لنهار الأربعة، وجونا صافي قليل الغيوم. هون بنوصل لختام نشرتنا، انا بلاقيكم بكره بنشره جديده. تصبحوا على الف خير.